أحبائي، شفنا في شخصية يسوع المسيح أنه يحب الجميع، لكنه كان يهاجم مظاهر وأشكال التدين الخارجي. كان بهاجم المرائين والمنافقين اللي بيستخدموا التدين، سواء من صوم، سواء من صدقة أو من صلاة، لكن مش بالصلاة الحقيقية. فهون احنا تكلمنا عن دوافع الصلاة الحقيقية، الصلاة اللي بعلمها الرب يسوع المسيح. يمكن انت بتصلي كتير، عم بتحس انه صلاتك مش عم بتجيب ولا بتودي، ملهاش تأثير ولا فعالية. الخطوة الأولى محتاج انه فعلا تطلب من المسيح ان يأتي الى حياتك فتبنى هذه العلاقة، وعندها تطلب بدافع صحيح وبنقاء وصفاء القلب وبتطلب بإيمان، ورح تشوف إنه كل شيء رح يكون متغير بحياتك. المسيح جاء حتى يغير من جوا لبرا، وتكون لنا علاقة معاه بشكل مستمر، وهو حي يسمع ويستجيب. الرب يباركك.